بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. رأت السلسلة غسل واجب وغسل مستحب سنة وغسل مستحب، هل الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر أو تجب النية؟ الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق، لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه. ولكنك أنت ذكرت في السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا، أو قلت غسل حدث وغسل واجب وغسل مستحب؟ إيه، وش الفرق بين السنة والمستحب؟ السنة غسل الجمعة. نعم. إلى هذا التبرد والنظافة ليس بالمستحب، ليس بالسنة، يعني أغسل فيه، لكن عموما النظافة مستحب لا شيء. أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالغسل إذن ثلاث أقسام: واجب على الحدث، وواجب للجمعة، وسنة. فالواجب على الحدث معروف، الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل. وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل العلم أنه سنة وليس بواجب.